Shut it. السيدة معصومة تقول خويا والله ما احنا الخوة من يجوني ولا يجوني يجوني قعدوا يمي قبلوني بينما كذلك وإذا علي بن سويد بينما علي بن سويد على هذه الحالة إذ مر به طبيب نصراني كانت بينهما صحبة فقال له علي بن سويد أقسمت عليك بالمسيح إلا ما رأيت سبب موت هذا المسجى كأني بلسان علي بن سويد يقول عليك بجاه عيسى وجاه بارية عاينها الطريح الشدة ويدي وقلش بعده وشنه المأذي توجه النصراني ونحو الإمام الكاظم عليه السلام قلب باطن كفين الإمام ثم قال يا علي بن سويد ألهذا الرجل من عشيرة قال علي بن سويد بلى هذا موسى بن جعفر سيد بني هاشم قال يا ابن سويد أعلم أنه مات مسموما كأني بلسان حال النصراني قل له أنجدك يا علي عند جبيله خاطر بالعجر تحضر تجي إليه ويله يقل لأنشدك يا علي عندها جبيله والله خاطر بالعجر تحضر تجي تفك وياي بوياي بوياي يا ايش
Oh, yeah, 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 ye